هو السيد محمد الجوماني القيادي في حركة النهضة ورئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في الحركة. مرحبا بك سي محمد. تحية لك سي الياس ولكافة المستمعات والمستمعين وزيك فهم. موقفكم من كلمة رئيس الجمهورية البارح سي محمد، أنت مكلف بإدارة أزمة، هل الأزمة زادت عقيدة بالنسبة لكم ولا لا؟ وما هو الموقف من كلام رئيس الجمهورية الذي اعتبر فيه البعض أن هناك تعليق لأعمال الدستور؟ حركة النهضة بالطبع تابعت جيدا خطاب سيد الجمهورية في بوزيد نهار 20 سبتمبر، وستصدر بيانا في الساعات القادمة يمثل بالطبع الحركة من خلال رئيسها والمكتب التنفيذي. لكن أنا بصفتي رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية، الحمد لله استطرت سي محمد، على خاطر الحقيقة كنت مش تعطيني بالرأس، معناها نظرة بالحقيقة رئيس اللجنة. نقول لك تلقيت رسائل من المجلس بخمسة معناها لقاءات أساسية سلبية في اللجنة. تفضل. أنا شفت بأنه السيد الرئيس البارح خرج من التأويل المتعسف للفصل 80 من الدستور واللي اعتبرناه في مرحلة سابقة خرق الدستور إلى الانحراف بالسلطة ومحاولة فرض رؤيته بشكل منفرد ولم يراعي فيه أي تشاركية، كأنه انتقل من إعلان نهاية المنظومة ما قبل 25 إلى بداية تفكيك هذه المنظومة. السيد رئيس الجمهورية بعد التردد في الخطر الداهم في خطاباته وتدخلاته المختلفة كأن به يحدد أن الدولة القائمة هي الخطر الداهم وأنه بديله هو تفكيك هذه الدولة وإعادة بنائها. ثلاثة، للأسف الرئيس يستمر في تقسيم التونسيين وفي توسيع دائرة خصوم، كيقول 14 جان في انقلاب على 17 ديسمبر، ثم تأويلات عديدة ولكن هذا خروج على الدستور وخروج على الإجماع ربما حتى الوطني. أربعة، شكل الخطاب سلياس يعطينا صورة على مستقبل الدولة في ظل الشعبوية. سيد الرئيس إذا كان يلقي بيان للشعب كما قال في تمديد الأحكام الاستثنائية كان ينجم من مكتبه ولا في التلفزة الوطنية في مقرها ويعلن بهدوء في رؤيته. أما أن يعمل الطريقة هذيك اللي أساءت لصورة التلفزة ولصورة تونس. والنقطة الخامسة والأخيرة، كأن زمن الرئيس وأولوياته صراحة هي غير زمن وأولويات التوانسة. التوانسة عم مشاكلهم بالدرجة الأولى اقتصادية مالية صحية. السيد الرئيس باقي يحكي على الحكومة في مخه هو حاجة أخرى، ما هوش مستحضر هذه محمد. محمد ردوا بالنا في الحديث على التوانسة، بربي الخطر جميع يحكي على التوانسة، رأوا السيد عنده 90% نوايا تصويت و70% نسبة ثقة، ولذا التوانسة اليوم الحقيقة كل واحد قاعد يقول فيهم ما نعرفش أنا كيفاش باش نتصرفوا مع الحكاية هذه. إذن خمسة نقاط. تفضل سي محمد. تفضل. لا لا معك، فقط أنا ضد اختطاف الحديث باسم الشعب أو باسم التوانسة، ولكن احنا ما نهزم التوانسة، عايشين مشاكلنا ما نخلقوش فيها. أن مشاكلنا بالدرجة الأولى هي مالية واقتصادية معيشية، الأسعار، العودة المدرسية، العودة الفلاحية، المشاكل هذه الحقيقية مش حاضر. لكن اليوم يا سي محمد، اليوم فما أرجومون أساسي وفما في الحيثيات وفي الأسباب وفي الكلام فما سبب أساسي. رئيس الجمهورية ولا جزء كبير من التوانسة جوستما يعتبروا أنه ما عملتوا شيء في 10 سنين، وأنه إذا كان إحنا اليوم لهنا في اللي أنت توا قاعد يمكن تنقول هي تقول فيه باش ما نقولش حاجه اخرى، انتم اللي وصلتونا لهذا، انتم اللي وصلتونا للي قاعد انت تندد به الان. انا جيت بحداك شلياس وما زلت نكتب وما زلت نكرر بانه النخب السياسيه عموما اللي تحكمت في المشهد من 2011 ل 2021 من مواقع السلطه او المعارضه او حتى مواقع اخرى اجتماعيه واعلاميه وغيرها، في النهايه وصلت البلاد الى حلقه مغلقة سياسيا ودستوريا واقتصاديا وغيره. لكن اليوم سي محمد كان تسمح أنتم مستهدفين مباشرة، أنا أقول لك علاش. شكون كان يحكم في 2011؟ إذن البيوع اللي صار واللي يحكي عليه رئيس الجمهورية حول هات نقول الصفقة ما بين
14 جانفي وما بين الثورة وما بين أعداء الثورة يعتبر أنه أنتم كنتوا من مهندسيها الأساسيين. إذن وقت يحكي على منظومة سي محمد، رأى رئيس الجمهورية يحكي زاد عليكم معناها ويحكي عليكم بالأساس باش ما نقولش كطرف أساسي. شوف سيناسي وكبت المرحلة وتعرف اللي بعض النهضويين من القيادات التاريخية رفعوا شعارات في مرحلة معينة تشبه اللي قلتها في السعيدة نسمعهم حد مسمعهم حد وما لقاوش الدنيا سهلة. لا مسمعهم حد، لكن خاصة مسمعهمش القائد الحالي للنهضة، ولذا هذا المشكل زاد سي محمد. لا نقصد حتى شعارات هذه مقاومة الفساد، الرئيس نفسه قالها، الرئيس الحالي أقصد. هو المسارات معروفة وتصفية المنظومة القديمة وقانون العدل وكل الشعارات اللي أنا نعتبرها نوعا ما ثورجية، لكن عمليا الآن هنا عم نعطيه فرصة للرئيس. عنده شهرين في مسك السلطات جميعا، مازال يوعد فينا أن يحضر. الآن معجم ومازال معجم حربي، يهاجم في الناس كل يمينا ويسارا، غالق أبواب الحوار، ما عنده حتى رسالة أن الناس يمكن يشاركوه. بالعكس قال حتى اللي فرحوا باللي عملوا به رأوا فيهم كثير من المتزلفين والطامعين وارتاح منهم. إذا وعادنا من جديد، كان لاحظت أنت السيناريو تهديد حياته الشخصية، وقال أنه هم ناس دافع فلوس لاستهدافه الشخصي. وهذا موضوع مرة أخرى أنا سبق وأنا قلت حتى الرئيس معناها خط أحمر وهو رمز الدولة وكل الحقيقة المسؤولين خطوط حمراء، لكن هذا الأمر هذا يستدعي أننا لحد الآن لم تفتح أي تحقيقات جدية لا في المؤسسة العسكرية باعتباره قائد العالم. إذن محمد القميني، أنت مثلا باش نكونوا عمليين تدعو إلى فتح تحقيق فوري حول اغتيال رئيس الجمهورية التونسية؟ بالتأكيد، حول كل الادعاءات اللي قالها السيد الرئيس لابد فيها من تحقيق، سواء قبل 25 وبعد 25، وخاصة تجديد هذا الأمر لأنه هذه حاجة خطيرة جدا في البلاد. غير الياس ربما الوقت خطر كثير، الخطاب اللي في مستوى السربان ومواجهة الخصوم ما تبدلش الرئيس، بل ربما زاد خطوة أخرى. أنا هتنحكيه في المضمون اللي قاله جديد. المضمون اللي قاله جديد أنا شفت فيه حد أدنى من الوضوح في الرؤية وين ماشي الرئيس. معناها قال من جهة متمسك بالدستور ومن جهة ثانية مش عمل قانون جديد أحكام انتقالية. أنا في رأي الرئيس بعد أن اتخذ بالفصل 80 دستورا جديدا، وأنا قلت برشا مرات، وعامل من الوضعية هذه صيغة قانونية باش يخرج على الدستور وهو خارج عليه عمليا، الآن يتجه بطريقة مراوغة إلى إلغاء دستور 2014 بدعوى تعديل. علاش؟ لأنه شو؟ أولا يقول الأحكام الاستثنائية هي مستمرة وبلا تحديد. اثنين يقول مش نعمل أحكام انتقالية. كل سمعت حتى خبراء صباح ومنهم عديتوا منهم جزء الساعة الأولى يقول لك أحكام انتقالية لشنو؟ أيش بنتقلوا من دستور لدستور؟ المشكلة الأكبر أن الشيء ذي ونختموا بها سي محمد فضلك ونختموا بها تفضل. نعم، الرئيس أنا أهم وأخطر ما في رسائله البارح هو أنه يريد فرض رؤيته لمرحلة جديدة. أنا مع شخصيا مع تصحيح المسار ومع تعديلات جوهرية في منظومة، لكن ليس بطريقة منفردة، يجب يعمل طريقة تشاركية ويبتعد عن هذه اتجاهات الحكم الفردي المطلق اللي احنا عانينا منه ولم تقبل به لا النخب ولا الشعب التونسي. باسي محمد شكرا لك، مرحبا بك، إن شاء الله في فرص أخرى.